وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أسامة القصيبي مدير مشروع مسام لنزع الألغام. مرحبا بك. يا هلا ومرحبا. مرحبا بك. إذن ما زلنا نشهد أعداد هائلة من الألغام التي تقومون بنزعها. سؤالي هنا، هل بإمكان المشروع مواجهة مثل هذه الأعداد، وهل بإمكانه طبعا التقليل من خطورة مثل هذه الألغام على المواطنين؟ المشروع ما زال مستمر وبقوة، خلينا نقول بالشيء هذا. نعم. نحن ما زلنا نعمل في المناطق اللي نحن متأكدين أنها تؤثر على السكان، ونحاول أن نقلل من أي خطر موجود عليهم في المناطق اللي نعمل فيها. المشروع سوف يستمر حتى نحاول نحن نقول أن ننتهي من مشكلة الألغام في المناطق اللي نعمل فيها الآن، مع أن العدد كبير جدا. نعم. والزراعة مستمرة في اليمن، وهذه هي أحد المشاكل اللي تواجهنا هناك. نعم. المناطق التي قمتم يعني بتصفية مثل هذه الألغام منها، هل أنتم على ثقة بأنها لن تعود الميليشيات أو أي فئة من زراعتها مجددا؟ والله هذا الشيء اللي احنا نتمناه. نحن المناطق اللي عملنا فيها لم يتم زراعة الألغام فيها من جديد، ولكن لا نضمن هذا مستقبلا. نعم. الوقت الحالي لا، المناطق اللي نحن الآن عملنا فيها لم يتم زراعة الألغام فيها. من خلالك أستاذ أسامة، مناطق محررة. نعم. من خلالك يعني، ما هي التعليمات التي يجب أن يفهمها المواطن البسيط لسلامته ولحمايته طبعا من خطر مثل هذه الألغام؟ المواطنين الآن أهم شيء أنه لا يقتربوا من أي جسم غريب، وأن يبتعدوا من المناطق اللي لم يتم استخدامها من قبل، الطريق جديدة لم يتم استخدامها من قبل، منطقة زراعية، طرق فرعية تؤدي إلى قرى ما عليها استخدام بشكل يعني دائم. نعم. يجب الابتعاد عنها. وأي شيء غريب يوجدوه يفضل أنه يتم الاتصال على الجهات المعنية، هي تجي تتعامل مع الشيء، ولا يكون هناك فضول زائد قد يؤدي إلى أن الشخص يفقد حياته بسبب هذا الفضول. نعم. إذن أشكرك جزيل الشكر أستاذ أسامة القصيبي مدير مشروع مسام لنزع الألغام. شكرا جزيلا.